أما ما سألت عنه فهو سؤال يحتاج إلى توضيح، لأن بعض من يتكلم في الدين لا يقرأ ما قاله السلف ولا ما نقله العلماء المحققون عن السلف، فما يقال من هذا القول فهو قول باطل. لما؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: إن أهل السنة وبالنص وبالإجماع يفرقون بين الخوارج وبين أهل الصفين والجمل. وقول، وهذا أيضا يسأل عنه، من أن جملة إخواننا بغوا علينا أنها في الخوارج، هذا ليس بصحيح. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى وفي منهاج السنة بيّن أنه قالها في أهل صفين والجمل ولم يقلها في الخوارج. وكلام علي رضي الله عنه من أنه قالها في أهل الجمل موجود في مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي، ولعلهم ينقلون ذلك عن البغوي في شرح السنة، وهذا ذكره البغوي من غير إسناد، والمعول على ما جاء في الإسناد.